الحقيقة السيدة مريم رجوي، السادة الحضور جميعا، أصحاب المقامات والقامات العالية، باعتبار أن الابتسامة التي نلمسها من السيدة مريم هي ابتسامة مقاومة، وإن شاء الله سوف تنتصر بإذن الله. المقاومة حق مشروع للشعوب بطبيعة الحال، طالما أن هناك ظلم وطغيان وعدوان، وما ذكره السيد الرئيس المقاوم العنيد والعتيد الذي أتى من بلد المليون شهيد السيد أحمد غزالي، وتبنيه لعودة، هو يعتبر رمز، معسكر أشرف رمز للمقاومة ورمز للإصرار على الوصول إلى الحق، لكن ما تبناه أو ما ذكره في معرض حديثه يحتاج إلى صورة كإجراء عملي أن يتم من خلال منظومة تتكون في العالم العربي والإسلامي، ليس فقط لما نحن بصدد الآن، ولكن لكل صنوف الظلم والعدوان التي تقع في العالم العربي والإسلامي، وخاصة ما ذكرته الأخت من فلسطين، فهي تعاني، وقد كنا عانينا قبل ذلك من الاحتلال، لأنني أنا بجوارها تحديدا في سيناء في الجزء الآسيوي من مصر، فعانينا من التهجير ومن ظلم العدوان، وكذلك العالم العربي والإسلامي. لكن ما تحتاجه الشعوب هو أن مخاطبة الشعوب لتحرير الشعوب هو أولى وأوسع نطاقا من الصفات التي قد تكون رسمية وقد لا تؤدي جهدا أو على المدى السريع، ولكن الشعوب حينما تخاطب أنفسها لتحرير بعضها البعض قد يكون ذلك أوقع من خلال منظومة هادفة تحتاج إلى اتصال وتحتاج إلى طرق وآلية للتنفيذ. تحيتنا المقامين جميعا. أن الأزهر يؤدي، الأزهر الشريف يؤدي رسالة عالمية، لكن رسالته الهادفة هو أسسها على التقريب بين المذاهب الإسلامية، لكن نؤسس سماحة الإسلام ونعرج عليه لأنه فيه الطمأنينة لنا جميعا. نحن ضد أي طائفية، ولكن نحن مع وحدة الشعوب ووحدة رسالة الإسلام أو العقيدة التي نؤمن بها. ونقول أخيرا، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فاصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.